خير وسعادة على حضراتكم. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج التاسعة. النهاردة الحقيقة تقدمت دولة الصومال بطلب لجامعة الدول العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، وده كان عشان بحث تداعيات إبرام مذكرة التفاهم ما بين بشكل غير قانوني، ودي تم توقيعها بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، بتمنح بموجبها حق استغلال 20 كيلومتر شمال غرب الصومال في البحر الأحمر. سفير إلياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال في مصر قال إنه يجب اتخاذ موقف عربي موحد للرد على هذا الانتهاك الصارخ اللي قامت به إثيوبيا ضد سيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية. خلينا نتحدث مع حضراتكم بشيء من التفصيل عن هذا الخبر، والحقيقة يعني خبر بيمثل خطورة كبيرة على وحدة وسلامة أرض الصومال وعلى مقدرات هذا الشعب وأمن البحر الأحمر. الحقيقة يعني بالتأكيد جامعة الدول العربية هيكون ليها موقف، وموقف كبير ضد ما يحدث للحفاظ على أمن واستقرار الصومال. هناخد دلوقتي على التليفون سعادة السفير حسام زكي مساعد أمين عام جامعة الدول العربية. مساء الخير على حضرتك سعادة السفير، ويعني لو تقولنا دور جامعة الدول العربية تجاه هذا الاتفاق المبرم ما بين إثيوبيا وما بين هذا الإقليم الانفصالي وخطورة هذا على شعب الصومال ومقدرات هذا الشعب. اهلا وسهلا، مساء النور على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. طبعا هو موضوع مهم زي ما حضرتك تفضلتي، ومندوب الصومال نقل طلب حكومته بانه يتم عقد دوره خاصه غير عاديه على مستوى وزراء الخارجيه لبحث الموضوع. طبعا الموضوع فيه خطوره يعني على وحده أراضي الصومال، وهي وحدة يعني مهددة منذ فترة طويلة. يمكن السادة المشاهدين يسمعوا عن أن الصومال في مشاكل من فترة طويلة، وهي مشاكل مدتها الآن حوالي 30 سنة، وهذا البلد يعني بيصارع ويعني يكافح من أجل توحيد نفسه واستعادة قدر من الشكل الطبيعي لتسيير الدولة، ولكن يعني يواجه صعوبات كبيرة أهمها أنه المنطقة الشمالية من الصومال زي ما هو معروف على الخريطة عملت استقلال فعلي وأعلنت نفسها أنها جمهورية مستقلة، وطبعا ده ضد مبادئ وحدة الصومال طبعا اللي احنا بنؤمن بيها وندعمها كجامعة الدول العربية. وبالتالي من هنا جه نفاذ الجانب الأثيوبي إلى يعني هذه الجمهورية التي لا يعترف بها يعني تقريبا أحد، و يعني وصلوا إلى هذا الاتفاق بشكل يمنح الجمهورية الأثيوبية مدخل على البحر، ويمكنها من انها يعني يكون عندها منفذ بحري، لانها منذ ان يعني حصلت اريتريا على استقلالها وهي دوله حبيسه زي ما بيقولوا، ما عندهاش منافذ بحريه. طبعا هذا الموضوع في الجانب الصومالي وفي حكومة مقديشو بياخدوه بجدية كبيرة، ونتفهم ذلك. ويمكن حتى امبارح المتحدث باسم أمين عام الجامعة العربية أصدر بيان في هذا الموضوع بندعم فيه الجانب الصومالي بالكامل ومطلبه، ونتفهم ما يتحدث عنه من أنه هذا تهديد لوحدة بلاده وسيادتها على أراضيها. طبعا مشاكل الصومال زي ما قلت هي أقدم من أنها يعني ما بدأتش أمس، ولكنها يعني نتيجة أنها هذه المشاكل تركت لفترة طويلة بدون حل، فهي للأسف بترتب مشاكل جديدة، وبترتب أنه أطراف أخرى
تدخل للاستفادة من هذه الأوضاع. كيف يمكن لجامعة الدول العربية أن تتصدى لهذا سعادة السفير مع تفاقم الأوضاع الإقليمية الآن؟ يعني بطبيعة الحال الجانب الصومالي أتخيل أنه يريد أن يطلب من الجامعة موقفا سياسيا واضحا وفيه إجماع عربي على تأييد المطلب الصومالي باعتبار هذه المذكرة لاغية وباطلة، وأن أي تعاون ما بين الكيان الموجود في شمال الصومال وهو المسمى بجمهورية أرض الصومال يعتبر تعاون يعني غير ذي صفة قانونية، وأنه يعني المطالبة أو المناشدة لكل الأطراف أنها لا تتعاون مع هذا الكيان، بغض النظر عن أنه بيحاول تسويق نفسه باعتباره كيان مستقل. ف يعني دي مسألة يعني فيها بعض التحديات، لأنه على مدار السنوات الماضية استطاعت هذه يعني استطاع هذا الكيان ان هو ينسج بعض العلاقات التجارية هنا وهناك، وبالتالي المسألة يعني بها بعض التحديات، ولكن الجانب الصومالي وحكومة مقديشو واضحة الآن في أنها تريد طرح الموضوع على الطاولة وتريد دعم الموقف العربي، وأعتقد أيضا أنها ترغب في عمل نفس الشيء في مع الاتحاد الأفريقي أخرى. نعم، مع الاتحاد الأفريقي مثلا سعادة السفير. يعني الاتحاد الأفريقي طبعا هي هتكون فيه تحدي أكبر، لأنه الجانب الأثيوبي هنا ممثل، وطبعا ده يمكن أن يعيق التحرك، لكن في الجامعة العربية ممكن أنه يكون التحرك في قدر من السهولة غير متوفر في حالة الاتحاد الأفريقي. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعادة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. سيب حضراتكم مع فاصل ونرجع مستمرين في حلقتكم، خليكم دايما معنا. أهلا بحضراتكم من جديد. سوق العملات والتجارة في سوق العملات الحقيقة أنه ده منتشر من فترة كبيرة، ناس كتير عمر ما ده كان يعني أسلوبها في الحياة إن هي تروح تدور على دولار أو أيا كانت العملة إيه وتحول الفلوس اللي معاها لدولار وتسيبها وتخزنها وتتاجر فيها بعد كده، بقى ده أسلوبها علشان تقدر تتربح من خلال ده. أنا ما أقدرش ألوم حد بيعمل كده وشايف إن هو يقدر يكسب من ده، لكن الحقيقة إنه المكسب اللي حضرتك شايف إن هو بيجي من الموضوع ده هو بالتأكيد في الآخر هيعود عليك وعلى اقتصاد بلدك بالخسارة، أنت هتخسر والبلد بتخسر، وده بيحصل من أول ما الأزمة دي اتخلقت. والحقيقة هنا الموضوع مش بس على الناس وعلى المواطن، الحكومة أكيد ليها دور كبير في الموضوع ده، ووجود سعرين مختلفين خالص للدولار هو اللي خلق الأزمة من البداية، ووجود أوجه متعددة للموضوع ده هو اللي خلى السوق تبقى بالشكل ده ويبقى في سوق سوداء. لكن الحقيقة برضو أن في تجار كبار بقى في الموضوع، أنا هنا مش بتكلم على الأفراد الصغيرين اللي هو متحوله 300-400 دولار رايح يحولهم في السوق السوداء، ولو أنه ده برضو التعامل مع التجار في السوق السوداء أكيد ليه دواعي كتير وأخطار كتير أنا معرفهاش الحقيقة، لأن أنا شخصيا لحد النهاردة عمري ما حاولت أحول دولار أو أعمل الموضوع ده إلا إذا كنت مسافرة ومحتاجة دولار وبروح أجيبه من البنك. لكن الحقيقة إنه ناس كتير عملت الموضوع ده، وأنا هنا مش بلوم على الناس لأنه دي أزمة اقتصادية خلت الناس كلها تروح في هذا الاتجاه، وناس كتير أأمن لها أنها لو معاها فلوس تدخرها في البنك وفي الودايع اللي البنوك بتعملها، وحتى البنوك عملت ودايع دولارية. الناس برضو اللي يعني شافت أن دي وسيلة استثمارية بالنسبة لها كويسة اشتغلت فيها. لكن الفكرة أنه زي ما كنت بقول لكم في تجار عملة كبار قوي في هذا الموضوع، في دولار مخشوش كان موجود كتير، وهنا الداخلية الحقيقة قامت بدور كبير جدا في الموضوع ده. ولسه لحد من كام ساعة يعني أجهزة الأمن في الجيزة
قبضوا على يعني أفراد كانوا يمكن 3 متهمين موجودين ومعاهم يمكن 75 مليون جنيه، وفي دولارات وفي استرليني وكل العملات، ويعني ريال سعودي، يعني موضوع خبر متكرر بنسمعه وموجود على طول. الحقيقة إنه أزمة العملة هنا مش محتاجة ضبط أمني بس، الموضوع أخطر من كده وليه تأثيرات كبيرة زي ما بقول لحضراتكم على الأسواق، لأنه طول ما الموضوع، طول ما الدولار متحول لعملة الناس فاهمة إنه دي عملة أنا هحوش فيها فلوسي، طول ما احنا هنشوف السوق السوداء مستمرة في الارتفاع. خلينا ناخد على التليفون الصحفي الاقتصادي محمد أبو عاصي. مساء الخير على حضرتك، و شايف ازاي موضوع الدولار والسوق السوداء للدولار وتأثير ده على الاقتصاد؟ وانا يمكن هقول لك زي ما الناس هتقول، انا مش هعمل ازمه لو انا كفرد حوشت فلوسي بالدولار، فانا مش، انا مش انا اللي هخلق الازمه. حضرتك شايف ده ازاي؟ اولا مساء الخير عليكي وعلى كل متابعين حضرتك، وبالتوفيق دايما. فيما يخص السوق السوداء، حضرتك يمكن في المقدمه اوجزتي فانجزتكم كان الحاله الحاصله دلوقتي في السوق السوداء. السوق السوداء ده عرض لمرض، المرض الاساسي وهو نقص الدولار. في حال لو توفر الدولار، السوق السوداء هتكون فعاليتها اقل باي حال من الاحوال. للاسف الشديد ان خطر السوق السوداء تخطى حدود ان هو كونها سوق بيتم فيها الترويج او بيع وتجاره العملات باي حال من الاحوال، والتعامل مع العمله كسلعه بدل ما يتم التعامل بها كاداه او كوسيله بتشتري بها اللي انت محتاجه او تعوض بها النقص بتاعك. ده العكس، الموضوع التطور زي ما حضرتك قلتي وصل لنقطه مهمه جدا وهي نقطه تجاره العملات. المشكله الاكبر ان حتى وانت بتطرحي في المقدمه بتاعت حضرتك قلت ان في عدد من التجار، للاسف الكبير ان الشريحه دي زادت واصبح ان عدد كبير او شريحه كثيره من الشارع المصري بيتعاملوا في سوق العمله، يا اما معاك دولار فبتتاجر فيه، يا اما ما معكش دولار فبتدلل على انك تتاجر فيه، فهو بقى يحاول يشوف ان ده اقصر الطرق ان هو يحقق منها ارباح. المشكله بقى تفاقمت اكبر واكبر، ان بعض الاسواق بقت عامله على او قاعده على اشاعه تعويم من شهر 3 او من شهر 4 2023، وبالتالي حصل زيادات في الاسعار نتيجه المضاربه اللي شغاله في السوق. السعر السعر واقف عند سعر معين ومحدش بيبيع على السعر ده عشان مخزنين الدولار، عشان يقول لك الدولار لسه هيغلي. كلام حضرتك صحيح جدا، وده اللي حاصل على الارض. يعني كم كبير من المضاربات. انا رحت للسوق العقاري، السوق العقاري نفسه وصلت الاسعار فيه زيادات بس لحد نهايه 2023 لحد شهر 11 بالتحديد ل 160%، وده كله شغال على بيع اشاعه التعويم فقط، فدي مشكله كبيره. كمان لفت نظر المقدمه حضرتك قلت حاجه مهمه جدا، قلت وهو ان الناس فعلا عندها مبرر انها تروح للسوق السوداء، وده خطاب مصارحه لحد بيتابع الاقتصاد بجد. الاقتصاد يمكن ما بيتعاملش اكتر بلغه العواطف ولغه الشعور. بكل هدوء ومنطقيه، انا عندي دولار في السوق الرسمي عامل 31 جنيه، عندي الناحيه الثانيه في السوق السوداء احنا بنتكلم في 54 وممكن اكتر في بعض الايام، يعني بيحصل كسر نقطه المقاومه وبيعلى وبيرجع ينزل ثاني هكذا، لكن هو قاعد في نقطه مقاومه من 50 ل 54، فدي مشكله ثانيه. الطاوله المدى اللي هي زي الصناعه والتجاره والزراعه، ودي هتطول معانا شويه. طب اللي هي قصيره المدى هو حل في جزء من الخطوره شويه، لكن هو حل يبقى حل قائم، وهو ان انا استقطب الاموال الساخنه من الخارج، وانا عندي المقاومات، عندي سعر عمله متدني جدا، عندي سعر فايده مرتفع الى حد ما، فبالتالي انا سوق جاذب للاستثمار. طبعا عن طريق كمان عن طريق البورصه اشيل كل، ودي بقى نداء بصراحه للساده وزاره الماليه او الحكومه، ان انا هشيل كل الاحتياطات اللي هي او القوانين او الرسوم او الحاجات اللي بتتفرض من وقت للتاني على البورصه، فبالتالي اجيب المستثمر الاجنبي يضخ كميات كبيره من الدولار، وده هيكون لفتره معينه، ان انا هشيل الرسوم والقوانين المقيده للاستثمار في البورصه بحيث ان انا اخليها اي حد معدي عايز يضخ دولار في السوق المصري اتفضل، احنا سوق جاذب للاستثمار. ده لمده 3 سنين أو 4 سنين هيعمل وفره دولاريه، لكن في عندنا ضريبه مشكله جدا اسمها ضريبه الارباح الراسماليه اللي بدا تطبيقها في البورصه المصريه، فدي عامله ازمه بقت تخلي الناس تخاف انها تخش اكتر في ما يخص تعاملات البورصه المصريه، فده كان ممكن يوفر لي كم كبير من الدولار على المدى القليل لحد ما اوصل لمرحله انتقاليه ثانيه، الا وهي مرحله ان انا اوفر دولار بكميات كبيره، فدي ازمه كبيره برضه لازم احنا ناخد بال حضرتك منها. النهارده في حل منطقي جدا ان انا اقدر في حاصر السوق السوداء، يعني او اقلل من فعاليتها الى حد ما، او الحرب الاساسيه مش حرب ان انا انهي السوق السوداء بقدر ما هي حرب ان انا اوجد ثقه ما بين البنوك النظام المصرفي وما بين المواطن. انا النهارده محمد خلينا نتوقف هنا. الناس دلوقتي في شريحه كبيره معاها دولار حوشت فلوسها في الدولار،
وهو دلوقتي مثلا ابتدت الداخلية تشدد أكتر على موضوع التجار، وفي ناس كتير بقت متخوفة حتى من إنها فكرة تبيع الدولار ده. إيه الأوعية الادخارية اللي هو ممكن يشتغل عليها ويستثمر فيها الدولار اللي معاه ويكسب برضه وفي نفس الوقت ما يضرش؟ بداية كل التقدير والاحترام للداخلية وللدور اللي بتأديه في النقطة دي وللأجهزة المعلوماتية التانية اللي بتخدم على أداء وزارة الداخلية، لكن بغض النظر الحل ما هوش أمني، الحل هنا مش أمني، ليس أمني على الإطلاق، هو حل اقتصادي. الحل الاقتصادي إن أنا النهاردة أوجد ثقة بين الجهاز المصرفي من ناحية ومن ناحية تانية المواطن، يعني بمعنى أدق أطرح له شهادات بعائد دولارية يعني، شهادات دولارية طبعا. شهادات دولارية ودائع دولارية بعائد مرتفع، بحيث ان انا اخليه يجي يحط الدولار بتاعه. وانا بصراحه عن طريق التلفزيون وبتكلم في تلفزيون الدوله بقول لحضرتك انا مش طالب منه، انا مش طالب منه انه ما يصرفش دولاره في السوق السود، بس انا طالب منه ما يحطش دولاره في البيت. على الاقل الخطوه الاولانيه ان انا اخليه ياخد الدولار بتاعه يحطه في البنوك ويبقى فيه ثقه، وممكن اخليه يسحب الدولار بتاعه في اي وقت، ما بكونش عامل عائق عليه ومش هساله من اين لك هذا بمعنى ادق زي البنك المركزي. ما انا كنت لسه هقول لحضرتك، ما هو لو خد الدولار وراح البنك، البنك هيقول له جبت الدولار ده منين؟ ما هو انا النهارده البنك كان طلع فتره من الفترات اللي هو مع بدايه 2023 حتى المنتصف، يمكن مع بدايه شهر 10 اللي فات بدا يوقف النقطه دي بالتحديد. فانت النهارده كبنك مركزي ممكن ترجعها تاني، مش هتقول له من اين لك هذا، لان معظم الناس بقى اللي اشتري من السوق السوداء واللي شاري من تحويلات مصريين من الخارج او غيره، وفي نفس التوقيت اضغط بكل الطرق انك انت تحاول تحاصر تحويلات المصريين من الخارج لانها المغذي الاساسي للدولار. عايز اقول لحضرتك ان في كارثه ثانيه الا وهي مش انتشار الدولار المزور بس، ده انتشار الدولار المجمد اللي هو الدولار اللي جاي من بعض الدول اللي حصل فيها اضطرابات سياسيه زي الاشقاء في ليبيا او زي حتى العراق، يمكن منتشر ويمكن كمان بعض الدول الاخرى بدون ذكر اسماء. الدولار ده دولار سليم 100%، لكن للاسف الشديد مجرد ما يدخل البنك المكنات العد بتخرجه على اساس ان هو دولار غير صالح للتعامل باي حال من الاحوال. فانت النهارده معاك دولار حقيقي فعلا، لكن الدولار ده مش هينفع يتم تداوله في السوق، بيتباع دلوقتي في السوق السوداء حضرتك ب 25 حتى 30 جنيه برغم ان ملوش اي قيمه، يعتبر ده ورقه ملهاش اي اساس او اصل. فانا النهارده ممكن اخلي المواطن اقول تعالى حط عندي ودائع او شهادات بعائد مرتفع، مفيش مشاكل، ما هو بنى الثقه مش بسهوله. فانا هديله العائد المرتفع واقول له في اي وقت حابب حضرتك تفك شهادتك الدولاريه وتسحبها دولار، هديله كل الضمانات اللي تخليه يحط كل الدولار الضمانات في البنك. كل الضمانات ده هيقلل، عايز اقول لحضرتك ان ده هيدي البنك المركزي والبنوك المحليه قوه ان يكون عندها دولار كتير. فبالتالي لان انا عايز اقول لحضرتك اللي ما حدش واخد باله ان ازمه مصر اقتصاديه، بس في ازمه جزء كبير منها تدبير عمله اجنبيه. في حاله توفر العمله الاجنبيه انت بالنسبه لك هتقدر تفك بقى الحاجات اللي واقفه في الموانئ، تقدر تدفع الديون بتاعه حضرتك، فبالتالي هتبدا العجله تشتغل من هنا. هنا في خطوه ثقه مفقوده ما بين الجهاز المصرفي من ناحيه، لان المواطن عارف ان لو ودى الدولار بتاعه مش هيجيبه، وفي نفس التوقيت من الناحيه الثانيه اللي هي البنوك، ان هو انا مش بالنسبه لي البنك المركزي بيحاول يتعامل مع اللي بيحصل في الاسواق. صحيح. الداخلية بتتدخل من وقت للتاني وده دورها، لكن هو لكن دور الحل الأمني مش كفاية على المدى القريب. صحيح، لابد أن يكون في أوعية ادخارية دولارية تحل هذه الأزمة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الصحفي الاقتصادي محمد أبو عاصي شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. طيب الحقيقة أنه من أيام كده ابتدى يكون في تغيير في أسعار الإنترنت، باقات الإنترنت المنزلية على وجه التحديد اتغيرت أسعارها وإحنا بنبتدي السنة الجديدة. والإنترنت طبعا محدش يقدر يستغنى عنه، وإحنا أصلا من قبل ما الأسعار تزيد وباقات الإنترنت بتخلص عندنا في كام يوم، ونبتدي بقى نقول لبعض مين اللي خلص الباقة وإنت كنت بتتفرج على إيه وإنت لا أصل إنت اللي خلصت الباقة، ونبتدي نشوف احنا بنخلص باقات الانترنت في ايه. ولما تتكلم مع حد فاهم شويه يقول لك ازاي بتستهلكوا كل الانترنت ده؟ بتخلصوه في ايه؟ ونبتدي نحاسب بعض على باقات الانترنت. ايه اللي يطول عمر باقه الانترنت جوه البيوت ويخلينا ما نستهلكش كل الانترنت اللي احنا بنستهلكه ده، ويعني ما ندفعش كل الفلوس دي كمان؟ هنعرف دلوقتي من الخبير المهندس احمد طارق خبير امن المعلومات. مساء الخير على حضرتك يا باشمهندس. يعني لو تقولنا هل في سلوكيات معينه، حاجات معينه احنا بنعملها او بنشوفها بتستهلك باقات الانترنت، ودلوقتي احنا كمان محتاجين نركز في ده اكتر بعد ما الانترنت اسعاره زادت؟
مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على السادة المشاهدين. الحقيقي يعني احنا عايزين دلوقتي حل ان ازاي الباقة تكمل معانا لاخر الشهر، لان في ناس برضو بتشترك في باقات الانترنت وما بتكملش معاهم لاخر الشهر، وبيتهموا شركات الاتصالات الكبرى بان هم السبب في ده، ولكن للاسف لما بكشف على موبايلاتهم بلاقي حاجات كتيرة جدا مش مظبوطة. زي مثلا في خطوات كده هنقولها مع بعض، ان في ايقاف جميع النسخ الاحتياطية في تطبيق الواتس، لان تطبيق الواتساب شغال 24 ساعة في اوقات معينة، بيعمل نسخ احتياطية بياخدها من الانترنت او من الداتا بتاعتك. يعني ايه نسخ احتياطية للواتساب؟ يعني انا عندي كذا واتساب على التليفون مش فاهم. لا هو واتساب واحد بس يا فندم، ولكن الواتساب ده بعد ما تاخدي منه النسخة الاحتياطية عشان خاطر يكون مثلا الشات اللي موجود او الباك اب يعني موجودة الباك اب بتاعك يكون مرفوع على الجيميل او على اللوكال ستوريج او وحدة التخزين الداخلية بتاعت الموبايل. فالنسخ الاحتياطية اللي بتحصل بكل شكل دوري ده بياخد من الباقة بشكل فظيع جدا وعن تجربة، فلازم نخش جوه الاعدادات ونخليها على الواي فاي فقط، مش الواي فاي او الداتا او الداتا فقط، لا نخليها على الواي فاي فقط. تاني حاجة ومهمة برضو جدا، ايقاف تنزيل الصور والفيديوهات التلقائي لان على الواتساب طبعا لانه في جروبات كتيرة عندنا، فبالتالي الجروبات دي بتبعت صور وفيديوهات بتحمل بتحمل صور وفيديوهات، فوانت مش عارف اصلا برضو الحاجات دي بتسحب من باقة الانترنت وممكن تسحب نص الباقة اصلا في عظيم. الشهر كله. انا هدخل اختار الصورة او الفيديو اللي انا عايزها وانزلها. ايه كمان يا باشمهندس؟ بالظبط، ايقاف تشغيل الفيديوهات التلقائي في الانستجرام والفيسبوك. يعني لو حضرتك قاعدة على الفيسبوك وبتقلبي تلاقي فيديو اشتغل فجأة معاكي، وده بسبب ان الاوبشن ده اكتر الناس مش عارفاه متفعل داخل اعدادات الفيسبوك، فبالتالي ان الاوبشن ده موجود في الفيسبوك انك تقدر توقفيه عشان خاطر ما يفضلش يسحب من الباقة. على اساس شوفي كام فيديو حضرتك بتفرج عليه وانت مش عارفة، حتى لو عديتيه الثواني دي بتفرق في الباقة. رابع حاجة موجودة، الغاء جميع البرامج اللي شغالة في الخلف، ودي اهم نقطه موجوده. يعني الموضوع كله مش بس الثلاث شرط اللي هي تحت في الشاشه او انك ترفع الشاشه لو اي او اس من تحت ويجيب لك البرامج وتقفليها لفوق، لا النقطه مش كده خالص. في برامج او ابلكيشنز شغاله في الباك جراوند، البرامج دي شغاله تسحب بطاريه وبتسخن الجهاز لانها بتستهلك من المحتوى الداخلي للجهاز، وفي نفس الوقت بتسحب من الانترنت بتاعك، سواء ان انت مشترك في باقه عامه من الات هوم راوتر الواي فاي او باقه عامه على الخط بتاعك. فدي نقطه مهمه انك تقفل جميع البرامج اللي في الخلف، مش بس كده تدخل الاعدادات وتعمل دونت كيب اكتيفيتيز اللي هي مثلا البرامج اللي في الخلف تعمل لها فورس ستوب لو نظام اندرويد، وتعمل لها الباك جراوند اب تقفله كله لو نظام اي او اس. طيب وايقاف تحديث الموبايل نفسه، ده بقى نقطة هنا منتشرة في الأخبار دلوقتي، وللأسف الشديد أنا حبيت أعلق على الموضوع ده من خلالكم. في ثغرات يا جماعة وفي كلام منتشر بشكل كبير جدا على منصات التواصل الاجتماعي إن الناس ما تعملش تحديثات لأن دي بتسحب الباقة، وإن الناس ما تعملش تحديثات لأنها بتتقل الموبايل. أولا أنت لو ما عملتش تحديث للبرامج بتاعتك أو الموبايل كنظام تشغيل، الموبايل بتاعك ممكن يكون مخترق في أي وقت لأن في تطبيقات بديلة بتستغل الثغرات دي، فبالتالي دي نقطة مهمة إنك تكون أبديتابل أو اول باول. فاحنا مش عايزين، يعني انا المفروض اعمل ابديت لتليفوني على طول اول باول، على طول اول باول، ده يحميني من الاختراق. طبعا دي نقطه مهمه جدا، لان منتشر في في في, في الصحف الاخباريه برضو انه بيقولوا ان انت توقف التحديث التلقائي للتطبيقات. انا برضو بقول كده لكن بشرط انك تدخل تعمل تحديث للتطبيقات الشات بتاعك والتطبيقات الامنيه بتاعتك كلها من الاله، لان البيانات بتاعتك مش لازم تخليها سلعه في ايد غيرك. ايوه باشمهندس، بس اكيد هياخد، يعني الناس ما قالتش معلومه غلط، هياخد من الانترنت. امال هيعمل التحديث بايه؟ ما انا هعمله بالانترنت. لا يا فندم، في نوعين من الانترنت، في نوع واي فاي اللي هو كده كده انليمتد مفتوح، وقت ما تكون متاح معاك النوع ده سواء في كافيه بره او في اي مكان بره تقدر تدخل وتشبك عليه وفي نفس الوقت تحدث ابلكيشنز بتاعتك كلها. لكن لو انت معاك يعني ايه كافيه، انا مش دافع فلوسه، يعني انا واخد انترنت من حته يعني مش في بيتي، خدمه مجانيه يعني. حتى لو في بيت حضرتك في اشتراكات انليمتد، لو اشتراك غير محدود في الانترنت مش باقه محدده في الشهر تقدر تحدث فيها تطبيقاتك، وحتى لو باقه محدده في الشهر ما ده اللي احنا بنقول عليه يا فندم ان احنا ما نخليش كل الابلكيشن تتحدث اول باول، لا نختار الابلكيشن اللي احنا بياناتنا عليها زي الواتساب الفيسبوك الانستجرام التيك توك البرامج اللي هي السوشيال ميديا كلها، نختار التحديثات كلها عليها
وفي نفس الوقت الدنيا بتكون يعني افضل من طيب كده. عايز ارجع طيب مع حضرتك للنقطه اللي احنا كنا بنتكلم عليها، باقات الانترنت سعرها زاد، الناس تعمل ايه علشان توفر في استهلاكها للانترنت؟ حضرتك كنت بتتكلم عن الابلكيشنز وازاي نتعامل مع كل ابلكيشن عشان نقلل استهلاكنا للانترنت. عايز اسالك، هو في ابلكيشنز معينه بتستهلك داتا اكتر من ابلكيشنز؟ طبعا يا فندم، ونقدر ندخل دلوقتي مع بعض ونشوف الموضوع ده، انه احنا ندخل على اعدادات الانترنت نفسها ونشوف اكتر ابلكيشن موجود بيسحب الداتا من عند حضراتكم. يعني اكتر ابلكيشن هنلاقي في الاغلب برامج السوشيال ميديا، وهنا في بقى حلول ان احنا يعني ازاي نقلل من مصاريفنا حتى في الباقه الشهريه ونختار الباقه المناسبه، لان في ناس بتختار 20 جيجا في الشهر وهي اصلا بتستهلك منها 5 او 10 جيجا، فبتدفع فلوس اكتر. وبالتالي احنا لازم برضو نعمل الخطوات دي. لو النظام اندرويد، لو الموبايل بتاع حضراتكم نظام اندرويد، هتدخلوا على الاعدادات وتنزلوا اخر حاجه تحت وتخشوا على حاجه اسمها حول الهاتف او حول الموبايل او اباوت ديفايس، انا بقولها بالعربي والانجليش تمام. وبعد كده هتلاقوا حاجه اسمها بيلد نمبر او رقم الاصدار، هتدوسوا عليها 5 مرات. اول ما تدوسوا عليها 5 مرات هيجي لكم الباسورد بتاعكم تحطوه، وهيفتح لكم خانه جديده بره في الاعدادات اسمها ديفلوبر اوبشن، اللي هو وضع المطورين. الخانه دي مش هتكون مفعله في كل الموبايلات الا بالخطوات دي. اول ما تفتحوا الخانه دي تنزلوا عند اخر حاجه في الخانه تحت، هتلاقي مكتوب دونت كيب اكتيفيتيز، او عدم يعني عدم الغاء التطبيقات النشطه في الخلف. بالظبط كده، اول ما تلغوا الاختيار ده او تفعلوا عفوا الاختيار ده، الموبايل مش هيكون فيه اي ابلكيشن من الخلف بيسحب اي داتا او اي انترنت. يعني بمعنى اصح بالبلدي كده، مش هيكون فيه تسريب بيانات في الانترنت. فبالتالي انت كده كده محافظ على الباقه، وفي نفس الوقت عشان تحدد استهلاكك لازم تراقب استهلاكك من اول الشهر لاخر الشهر من الاعدادات بتاعه الانترنت، وموجود انت صرفت ايه، وكمان تحط لك ليميت معين. يعني تقدر تحط لنفسك ليميت 5 جيجا في الشهر وتشوف هتكفيك ولا لا. والشهر الجاي خلاص انت لو على 10 جيجا، لا انت هتاخد 8 جيجا لان 8 جيجا هي اللي كفتك، وتسيبك من ال 10 جيجا لان فلوسها اكتر طبعا بال 8 جيجا. فبالتالي هتوفر، وفي نفس الوقت هتكون الباقه مكمله معاك لاخر الشهر بعد الخطوات دي بنسبه 100%، واضمن لكم ده لان دي عن تجارب كلها. ولو معاكم نظام اي او اس، هتدخلوا على السيتنجز نفسها، وبعد كده هتعملوا في السيرش من فوق على طول من غير ما تدوروا، اللي هو باك جراوند اب او كيب باك جراوند اب، اللي هي التطبيقات الموجوده في الخلف. لازم تقفلوا كل الابلكيشنز اللي موجوده في الخلف عشان ما تسحبش نت منكم على الفاضي، وتخلص شحن وتقلل في نسبه استهلاك البطاريه كمان، لان الاي او اس مشهور بنسبه استهلاك البطاريه، لو قلت بيرخص سعره، فبالتالي هتكون انت خسرت من ناحيتين. فيا فندم الخطوات دي الناس بتحسبها سهله ومش مهمه، ولكن لما تجربوها هتلاقوا انها فعاله بنسبه كبيره جدا، ولا ما كناش واعيين بيها الناس هنا من خلال شاشاتكم. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا الباشمهندس احمد طارق خبير امن المعلومات، شكرا جزيلا على وجودك معانا. من دقائق الحقيقه وقبل ما ندخل الهواء، يمكن كان في وسائل اعلام اسرائيليه زعمت دخول اسلحه الى قطاع غزه عبر الاراضي المصريه. هذه المزاعم الاسرائيليه، ودي يعني يمكن مش الاولى، في كلام كتير اتقال ما بيبقاش لي أي أساس من الصحة الحقيقة، ونتطرق لهذا الكلام. بيتقال الكلام ده من قوات الاحتلال اللي بتتعرض لخسائر مادية وبشرية فادحة منذ حربها على غزة، وهذه المزاعم تتنافى تماما مع الجهود المصرية القوية اللي بلدنا بتقوم بيها لتأمين حدودها وفرض سيطرتها الكاملة على هذا التراب المصري الغالي. معانا دلوقتي على التليفون الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، وتعليق حضرتك على هذه المزاعم الإسرائيلية تجاه دخول سلاح إلى الأراضي الفلسطينية من خلال الأراضي المصرية في ظل ما يحدث على الحرب في غزة. يعني طبعا أعتقد أن إسرائيل بتحاول من خلال إعلامها تداري على سلها هي على الارض في المؤسسه البريه في غزه، بتصدير بعض الشائعات التي تخص مصر، ومحاوله الاحتكاك بمصر، وايضا محاوله الضغط وابتزاز مصر لتغيير بعض قواعد اتفاقيه السلام، خاصه فيما يخص محور فيلادلفيا، لان الموضوع
ان هذا المحور ليه اتفاق ملحق باتفاقيه السلام، وطبعا بيمنع، وحتى الان اسرائيل على عكس برضو ما اشيع ان اسرائيل دخلت هذا المحور لم تدخل، لكنها يبدو انها تحاول تبتز مصر بان بهذا الامر حتى يعني ندافع عن نفسنا بان نسمح لهم بدخول هذا المحور، وهو امر غريب ولكنها معتاد من الجانب الاسرائيلي، محاولات الابتزاز ومحاولات الاختباء وراء الفشل بنشر كثير من الشائعات، والكل يعلم كم دفعت مصر من أرواح أبنائها وشبابها وظهرت شبابها سواء من الجيش أو الشرطة في سيناء حتى تتطهر هذه المنطقة من الإرهاب، وكم تكلفت مصر كانت بتدفع على مدى سنوات تقريبا مليار جنيه شهريا لمواجهة الإرهاب، فكيف لمصر أن تسرب أسلحة إلى حماس أو غير حماس، وخاصة أن الأسلحة دي يمكن أن ترد مرة أخرى إلى سيناء كما حدث من قبل، فأمر غير مقبول. مصر التي دمرت الأنفاق، مصر التي أخلت الحدود مع غزة من العمارات السكنية حتى لا يتم يعني أي التماس أو أي مشاكل مع الجانب الإسرائيلي، ومصر طبعا عندما تفعل ذلك لا تفعل ذلك من أجل عيون إسرائيل أو أمن إسرائيل، لكن مصر تفعل ذلك من أجل أمنها القومي ومن أجل حفظ حدودها، وأن تعلم ماذا يمر هنا أو هنا. فلكن فكرة أن مصر بتكون بتورد أو بتهرب أسلحة هي فكرة غير صحيحة وغير مقبولة وغير منطقية، لأن ليس لدينا أسلحة للتهريب، ولكن الأسلحة الجيش المصري يعني يصنع الأسلحة ويستورد الأسلحة ليدافع بها عن نفسه وليس لتهريبها إلى أحد آخر مهما كان تعاطفنا معه في هذه القضية. فده كلام إسرائيل بتشيعه من فترة أو بأخرى لتداري على فشلها في حربها البرية التي فشلت فيها أن تصطاد قادة حماس، وحاولت العملية التي جرت في جنوب لبنان منذ يومين تحاول أن تحفظ بها كرامتها أو تحفظ ماء الوجه أنها حققت شيء، لكن هي في غزة لم تحقق أي شيء، ولا رجعت الرهائن ولا اختالت قادة حماس كما تهدف. اتجاه نتنياهو إلى هذا واختياره لسياسة الاغتيالات بما يحدث في لبنان وإيران وإصراره على مسألة توسيع رقعة الصراع ربما وتبنيه مسألة أنه يداري فشله في حربه في غزة زي ما يعني يمكن كل السياسيين شايفين هذا، دكتور حك شايف ده ازاي وتأثيره على الأيام القادمة في الحرب في غزة؟ يعني طبعا واضح جدا ان هناك خلاف ايضا اسرائيلي امريكي حول التوسع في المنطقة وتوسيع الحرب، لان يعني نتنياهو يعلم ان اليوم الذي تنتهي فيه الحرب سيتم اقتلاعه من على مقعده كرئيس وزراء اسرائيل وسيتم حسابه، وبالتالي هو يحاول مد امد الحرب على قدر ما يتمكن، ويحاول ايضا توسيع الحرب سواء بالاحتكاك بايران او ازيالها او الاحتكاك بمصر حتى ينسى الشعب الاسرائيلي الاختراقات الامنيه الرهيبه التي جرت في نظريه الامن الاسرائيلي في 7 اكتوبر، وينسى ايضا الوعود التي اطلقها نتنياهو في اليوم الاول لحربه وفي اجتياحه البري انه قادر على فعل كل شيء، وانه قادر على استعاده الرهائن، وانه قادر على اغتيال قاده حماس، وانه قادر على الانهاء على حماس، ويبدو انه ايضا وعد الامريكان بذلك، واحنا النهارده في اليوم ال 85 او اكثر من ذلك، وما يعني لم يحدث ذلك غير هدم البنية الأساسية لغزة، غير قتل المدنيين، غير قتل الأطفال، قتل النساء، تشريد الشعب الفلسطيني، حتى طموحاته في التهجير انتهت. يعني موقف مصر كان صارم وكان شديد وحاتم، وأعتقد حتى هذه الإشاعات لم تعد تتردد أيضا مرة أخرى. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمود مسلم رئيس لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع حضراتكم، خليكم دايما معنا.
الحمد لله ان الواحد يتاهل اولمبياد باريس 2024، ودي كان اول مره في تاريخ التاديف ان في حد يتاهل. وما حصلش نصيب في الاولمبياد اللي فاتت ان كان في سكيف بي ار 2، ما حصلش نصيب، بس السنه دي ان شاء الله البي ار 3 ميكس ولاد وبنات تم التاهيل الحمد لله من بطوله افريقيا، والبطوله ما كانتش سهله ابدا، والحمد لله الواحد يتاهل. اما بالنسبه للاستعداد، هو طبعا الدكتور عمرو النوري واللي هو محمد نور وكابتن احمد قوطه عاملين معسكر مغلق لينا تام، طبعا ما فيهوش اجازات ولا اي حاجه، ولكن الحمد لله يعني الواحد قد المسؤوليه، وان شاء الله زي ما رفعنا علم مصر في البطولات اللي فاتت نرفعه ان شاء الله في البطوله الجايه. احنا بنتمرن الفجر الساعه 5 الفجر، بنبقى في الميه، والساعه يعني من 3:30 للساعه 5 بنبقى في الجيم. طبعا تاهيل واعداد بدني ونفسي يعني قوي جدا باذن الله علشان نستعد لاولمبياد باريس باذن الله. طبعا الاهتمام السنه دي من معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي غير كل سنه، لا الدعم المره دي دعم قوي جدا، الاهتمام عالي جدا، من اول السيد رئيس الجمهوريه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لحد رئيس الاتحاد الدكتور عمرو النوري. احنا حاطين الخطه بتاعتنا الحمد لله من بعد التاهيل على طول، من بعد شهر 10، فالحمد لله ان شاء الله عندنا معسكر بعد يومين بالظبط في اسماعيليه مدته 35 يوم. كان في تمرين مع المنتخب طبعا، ان هو مرتين في اليوم بنتمرن ميه وارجوميتر وجيم وكل حاجه، وبيبقى في لعيبه اللي هي مثلا لايت ويت بتلتزم باكل معين وكده عشان تحافظ على صحتها ووزنها. طبعا كلنا النهارده مع مركز تدريب المنتخبات علشان نشوف ولادنا ونقول لهم احنا قربنا السنه دي 24 يناير، يعني داخلين سنه الاولمبيكس، كلنا دعم ليكم، كلنا مسانده ليكم. سنة الحياة دايما بنشوف الأفضل يكون موجود. التنقية للمنظومة الرياضية ده شغل وعمل الجزء الحكومي، لكن لا تدخل للحكومة في طبقا للمواثيق الدولية في العمل الأهلي الفني المرتبط به، يعني ما يرتبط به فنيات الاتحادات الدولية أو حتى لجنة أولمبية، لكن أكيد إحنا بنحط الخطط والمستهدفات اللي بنمشي وراها لاسم وشكل ومضمون الرياضة المصرية اللي بندعمها. خلينا نتكلم عن المنصات، والحقيقة ووتشت عاملة قلق، ومسلسلات الناس كلها بتتكلم عنها، على باب العمارة وقبله بالطو كان قالب الدنيا، وكمان ابتدى مسلسل تاني عامل حالة خاصة، وهو المسلسل اسمه حالة خاصة، ابتدى عرض حلقتين منه، في إشادات واسعة على سوشيال ميديا على المسلسل، وخصوصا الموضوع مش دايما بيطرح في الدراما. واضح ان المنصات بقت بتختار مواضيع مختلفة، وفي نفس الوقت بقت مكان للنجاح بجد، لأنه الناس أصلاً بقت اتجاهها ناحية المنصات، فإنه كمان نشوف أفكار مختلفة ده بيخلي الموضوع كمان يعمل ضجة كبيرة جداً على وسائل التواصل الاجتماعي. متهيألي من أول ما البرومو أصلاً ابتدى يتحط للمسلسل وناس ابتدت تتكلم عن المسلسل، ومن أول ما ابتدى عرض البرومو ويشوفوا الشخصية اللي طالعة شخصية نديم المحامي وهو بيترافع قدام المحكمة وبيدور كده، يعني تروح كده في دماغه كل الكلمات وتيجي اللي كانت بتتقال له من الناس اللي حواليه، الكلمات بقى اللي شجعته والكلمات اللي احبطته، وهو في حاله من التوتر قدام القاضي. اعتقد الناس كلها ابتدت تتشد للموضوع وتشوف ايه الموضوع، ووجود غدا عادل طبعا وهي المحاميه بقى المخضرمه اللي بتشتغل في المسلسل، بطوله مجموعه الحقيقه من النجوم اللي كلنا بنحبهم، غدا عادل طبعا النجمه الجميله، طه دسوقي اللي اصلا ظهوره وجوده بطل في المسلسل اعتقد ان هو بالنسبه لناس كتير مميز جدا جدا جدا، لانه الناس كانت واخده عليه في الادوار الكوميديه، هو طالع بدور مختلف هنا وطالع بطل، وهنا دور المنصات الحقيقه. قبل كده شفنا بالطو كان البطوله كلها الشباب وكان الحقيقه عامل حاله كبيره جدا، ودي هنا الميزه الكبيره اللي بتخلقها المنصات. نرجع لمسلسل حاله خاصه، مجموعه من الابطال الحقيقه، حسن ابو الروس، احمد طارق، يعني حقيقة مسلسل الواحد مستمتع بيه شخصيا، ومبسوط ان الناس ابتدت تتشد لانواع المسلسلات المختلفة، وده اللي يخلي المنتجين ما تخافش انها تروح للمسلسلات دي. ناخد دلوقتي على التليفون منتج العمل طارق الجنايني. مساء الخير عليك ومبروك.
اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك، متشكر جدا على المقدمه الظريفه جدا. المسلسل اللي عامل قلق على السوشيال ميديا والمنصات واختياركم للمواضيع الحقيقه بقى ملفت جدا. مسلسل بيتكلم عن التوحد، ودي مش مسلسلات كتير بنلاقيها، وده بيفرق حتى مع الناس اللي عندها حالات توحد جوه اسرها، انها تلاقي انها واخده حقها حتى في الدراما. والله يعني الحمد لله، انا احب طبعا الاول اشكر الاصدقاء في واتشت ان هم قد ايه تحمسوا للعمل وشافوا في حاجة مختلفة مش شبه حاجة تانية موجودة خالص. المسلسل بيدور في مكتب محاماة، الشخصية الرئيسية اللي فيها أو يعني عنده فعلا توحد، بس يمكن احنا عشان دخلنا بقى في الموضوع أكتر ففهمنا الأطياف المختلفة من مرض زي التوحد. فأتمنى أن المسلسل بإذن الله زي ما هو ناجح مع الناس جدا دلوقتي، ويعني احنا مخضوضين طبعا من رد الفعل اللي حصل في ال 24 ساعه اللي فاتت، انه يقرب الناس لبعض. يعني اتمنى ان احنا نقدر نوصل فكره انه الاختلاف مش غلط او ما يقلقش او ما، بالعكس يعني احنا كلنا في الاخر يعني ربنا اللي خلقنا بنكمل بعض بصوره ما. يعني اكتر حاجه كنت متخوف منها لما مسكت ورق المسلسل ده ايه، ولما ابتدى يتقدم المسلسل تخوفاتك دي كانت في مكانها ايه اللي حصل؟ بصي، اوقات والله الواحد بخاف قوي لما مشروع بيعجبني بزياده، لانه لازم احنا في الاخر برضو كصناع اوقات لازم نفرق ما بين ايه اللي بيعجبنا احنا لارائنا الشخصيه وايه اللي ممكن يعجب الجمهور، لان احنا في الاخر احنا في صناعه ترفيهيه. طبعا بيبقى ممتاز جدا ان احنا نقدر نعمل حاجه ترفيهيه وفيها رساله وفيها تعليميه برضو في نفس الوقت، يعني زي ما بيقولوا بره ايديوتينمنت. ففي اوقات بس الواحد بيبقى قلقان، هل اللي عاجبني قوي ده هيعجب الناس برضو ولا لا؟ كنا حريصين قوي انه، وده حقيقي بصراحه، ده كان عند مهاب يعني من ساعه ما ابتدى يكتب المسلسل، انه ازاي ممكن تاخدي موضوع مهم جدا وموضوع جد جدا وموضوع بيلمس قلوب الناس جدا وتتعاملي معاه بصوره لايت جدا، فما يبقاش مسلسل كئيب او كده، لانه في اوقات لو روحتي لحته اغمق شويه يعني باللغه الدارجه ممكن تفقدي جزء كبير من الجمهور. انما لو قدرتي انك توصلي اللي انت عايزه توصليه في نطاق فيه بسمه هتخدم القضيه اصلا، والعمل نفسه انتاجيا هينجح بالظبط، وهيوسع الشريحه اللي ممكن تتفرج عليه اكتر، هو ده الكل هيستفيد نوصل له. يعني كلمني عن طه الدسوقي بقى شويه، يعني اختيار الشباب انهم يكونوا ابطال في اعمال للمنصات اعتقد ده بقى توجه واضح، والحقيقه انه دايما بيثبتوا انهم قد الموضوع. يعني بصراحه دي برضو تاني، والله مش عشان العمل على واتشت، بس يعني هي الاعمال بتاعت واتشت بتتكلم عن نفسها، واتشت سباقه في الحكايه دي قوي، انه عملوا اوريدي عمل زي بالتو كسر الدنيا، عملوا عمل زي ريفو كسر الدنيا، في اعمال تانيه كتيره قوي اتعملت بوجوه جديدة ولاقت نجاح كبير جدا. احنا من الشركات اللي بنحب نشتغل مع ناس جديدة، احنا زمان اشتغلنا مع فهمي وشيك وهشام ماجد، كان لسه اول حاجة عملوها معانا وهم طالعين، في نجوم كتير قوي من اللي موجودين النهارده. يمكن مرة زمان كنا عملنا مسلسل بتاع شربات لوز، كان كمية وجوه جديدة موجودة في شربات لوز، النهارده بقوا كلهم ابطال ونجوم، يعني من اول مع حفظ الألقاب للجميع، يعني محمد شاهين، محمد فراج، محمد سلام، أمينة خليل، ريهام حجاج، أحمد صلاح حسني، نسرين أمين، كل الناس دي وكتير تانيين عشان بس ما بقاش ناسي حد، دول لوحدهم كانوا معانا في شربات لوز. أعمال كتيرة الحمد لله اشتغلنا عليها، بيبقى حتى مؤلفين جداد أو مخرجين جداد، والحمد لله بنتوفق فيها. يعني ربنا بيكرمنا، والدتي بتدعي لي كويس، وربنا بيكرمنا بإن احنا بنقدر نشوف حاجة في الموهبة بتاعت ناس. طه اوريدي كان استابلشت كممثل كوميدي، كل الناس شايفه ان هو الاهم في الحته دي الفتره اللي جايه.
لما جيت اتكلمت معاه على الموضوع هنا ما كنتش عارف هو ممكن يشوفه ازاي، لانه انا في رايي ان 90 لو مش 95% من اللي في مكان طه كان هيخاف ان هو يعمل يروح للحته دي. صح طبعا صح. لانه كان هيبقى بيفكر وانا ايه اللي يخليني اعمل كده دلوقتي، طب ما انا هو لسه ناجح هناك بالظبط واكمل فيها وبتاع وكده. انما طه مخه نضيف جدا. ناس اوقات كتيره بتنسى ان الممثل الكوميدي اصعب من تمثيل الدراما، ان واحد يعيطك اسهل بكتير او منه يضحكك. فمش كتير للاسف من الممثلين الكوميدي بيبقى عندهم استعداد او الجرأه الكافيه ان هم يروحوا يخوضوا تجارب دراميه تقيله. انما شفت مثلا محمد سعد لما عمل في فيلم كنز ازاي عمل دور مهم جدا وكبير جدا، لانه ممثل عنده كتير قوي يعني. طه واحد لسه في بدايه حياته، بس هو حقيقي شاطر 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 بصوره مش عاديه، مش بس كموهبه، تفاني في العمل عموما حاجه تحترم قوي 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 بصراحه يعني. الاتجاه للمنصات بيحقق نجاح يوازي النجاح اللي الشاشات بتقدمه؟ بصي، في فيلم امريكاني كده قديم بتاع كيفن كوستنر اسمه فيلد اوف دريمز، كان مبني حوالين الكونسبت بتاع if you build it they will come، لو بنيتيها هيجوا. فانا مقتنع ان اي عمل بيتعمل صح او بيتعمل حلو او بيتعمل باجاده على قد ما نقدر بيلاقي الجمهور بتاعه، سواء العمل ده للتلفزيون، للمنصه، للسينما، برنامج دوكيومنتري، وات ايفر ات از، لو اتعمل صح هيلاقي اللي يجيبوه. واعمال زي الحمد لله حاله خاصه على واتش دلوقتي بيثبت انه الجمهور العربي جمهور ذواق، جمهور لما بتديله حاجه تحترمه هو بينجحها جامد جدا. صحيح. احنا ردود الفعل اللي عندنا على الحاجات في الايام اللي فاتت يعني سوري ما بين امبارح والنهارده مبهره، ومن اكتر الحاجات اللي بسطانه انه ازاي الناس بتاخد بالها من تفاصيل صغيره جدا احنا ممكن نكون احنا كنا زارعينها وما كناش متخيلين ان كل الناس ممكن تاخد بالها منها او كده، انما حقيقي جمهور محترم جدا بيحترم وبينجح اللي بيحترم. لا وانا اعتقد كمان موضوع المحاماه وشه حلو عليك، يعني هو بعد سوتس برضو ونجاح الكبير اللي سوتس عمله، موضوع المحاماه برضو وشه حلو عليك. وغدا وشها دايما برضو حلو معانا، كانت معانا في الميزان زمان، والميزان برضو كان كسر الدنيا، وانا غالبا كنت في جزء جوايا كان عايز يبقى محامي او حاجه، فانا ما اعرفش ليه بحب دايما الحاجات اللي فيها محاماه. بس هي جانرا ناجحه في العالم كله، فكره الحته برضو بتاعت القواضي ومين اللي عملها، طب هتتحل ازاي، طب بتاع، يعني اي ثينك ان دي حاجه بتشد الناس برضو بشكل كبير، بتشد الناس جدا، مش بتمتحن ذكائهم بس، يعني بتنتريج دم، يعني بتخلي الناس تبتدي تفكر الله، طب بيفكروا مع الابطال وبيعيشوا معاهم في الرحله وبيبتدوا يدوروا معاهم على حلول. يعني الحلقه الثانيه قافله بطريقه لسه في حاجه هنشوف الحل بتاعها في الثالثه، فكل الناس عماله بتبعت من دلوقتي يا جماعه طب ايه ده، طب احنا عايزين الثالثه من دلوقتي. ابتدى يجي لي عروض رشاوي كتير اني افرجهم على الحلقه الثالثه، بس يعني لغايه دلوقتي لسه ماسك نفسي. انما الناس فعلا الحمد لله متفاعله مع الموضوع جامد قوي. الارقام اللي ظاهره للمسلسل من التفاعل على السوشيال ميديا والحاجات المختلفه من امبارح للنهارده، يعني الحلقه الثالثه هتنزل امتى بقى؟ الاربع الجاي ان شاء الله، الثالثه والرابعه مع بعض ان شاء الله على خير. وعايزين نعرف في ضيوف شرف تانيين هيظهروا في المسلسل ولا لا؟ اكيد يعني مش هقولك هنشوف كلنا مع بعض. انا ببارك لك وبشكركم على العمل ده وعلى مجهودكم الكبير، وشكرا جزيلا. انا بشكرك وببارك لك وبشكر كل الكرو يعني اللي عمل لنا كل الشغل الرائع ده، وفي انتظار الحقيقه باقي الحلقات نستمتع جميعا. بشكرك المنتج طارق الجنايني، شكرا جزيلا على وجودك معانا، شكرا لكل فريق العمل. يعني ان شاء الله نستمتع جميعا بمسلسل حاله خاصه على واتشت، ويعني نستمر كده في المتابعه ونحاول كلنا نحل يعني القضيه ونشوف ايه اللي هيحصل في الحلقات الثالثه والرابعه. الحقيقه القضيه اللي بيناقشها المسلسل تمس اسر مصريه كتير، ويمكن من احد التعليقات اللي كانت على المسلسل من المهندسه امل مبدي، ودي رئيس اتحاد رياضات المعاقين، وهي شافت قد ايه المسلسل بيمس بيوت كتير مصريه، وقد ايه المسلسل بيتكلم عن
ولادنا المصريين بشكل كبير. هي دلوقتي معانا على التليفون. مساء الخير عليك يا باشمهندسة، وتابعتي ازاي المسلسل وايه الافكار اللي جت في دماغك وانت بتشوفي اول حلقتين من المسلسل؟ مساء الخير يا باشمهندسة، حضرتك سامعاني؟ طيب، كانت كتبت المهندسة أمل مبدي إنها كانت سعيدة جدا بمسلسل حالة خاصة وهو بيتكلم عن حالات التوحد. كتبت أنا شفت الحلقتين ومبسوطة قوي إنه الدراما بتتكلم عن ولادنا وبتجيب قصص شبههم. طه عامل دور روعة، عامل إنه عنده توحد قادرون باختلاف، بجد برافو. طبعا معروفة باشمهندسة أمل مبدي وإن هي قد إيه يعني هي حياتها كلها مع قادرون باختلاف، وبنشوفها في كل حفلات قادرون باختلاف وهي موجودة مع الأطفال. والحقيقة إنه يعني إنها تشيد بالمسلسل، فده يقول قد إيه المسلسل حقيقي وقد إيه المسلسل يعني مقرب جدا جدا للولاد وحياتهم وقصصهم. هي دلوقتي معانا على التليفون. مساء الخير يا باشمهندسة، أهلا بيكي. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. انا طيب يا ومصر كلها بخير يا رب. وحضرتك بخير. ازاي تابعتي مسلسل حاله خاصه وايه اللي لفت نظرك في المسلسل في اول حلقتين؟ بصي انا شفت اول حلقتين الحقيقه، ويعني خليني الاول احيي جدا المنتج اللي سمى حضرتك الاستاذ طارق الجنايني على ان هم انه خليني اقول القادرون باختلاف او الاشخاص ذوي الاعاقه ان احنا بقينا بنظهرهم بالدراما بهذا الشكل المحترم، وانه لانه كان فيه قبل كده يعني حد عنده توحد اظهره مجرم ومش عارف قصه كده صعبه قوي يعني. فانه يعني انا امبارح كنت بتفرج على طه الدسوقي، شايفه يعني اولادي من اللي بتعامل معاهم من اللي عندهم توحد واحد منهم، نظراته وحركاته احساسه لو حد قرب منه يعني الحقيقه هو دور يعني كم من رقم. وهم اكيد اللي انا فاهمين انه يعني النهارده وانا ما حطيتها على السوشيال ميديا هذا المستمعين هي يعني اخصائيه في هذا الموضوع، فواضح ان هم كمان لجأوا ليها عشان ياخدوا انها او ازاي تعامل او الموضوع معمول عن علم. فده مهم لما نيجي نتكلم على قضيه أو نتكلم على مسلسل أو على حياة بني آدمين موجودين معانا، نقرب يعني أقرب حاجة إلى الحقيقة. فالحقيقة لا يعني الحلقتين اللي أنا شفتهم قد إيه ظاهرين، يعني أنا عندي ولاد من التوحد هم فعلا عندهم قدرات ربنا حباهم بيها يعني غير يعني مسبوقة يعني أو غير يعني قدرات فائقة يعني. يعني انا عندي ولد فعلا حافظ القران الكريم قلت له اي ايه اي صوره يقولها لك بالجزء هنا فين يعني. باشمهندسة أنا بسمع حضرتك بصعوبة، أستأذنك لو تكوني في مكان فيه شبكة تكون أفضل من كده، لكن هي الفكرة وصلت أكيد، وهو تناول الدراما للقضايا اللي بتمسنا وتهمنا، والتناول يكون بشكل موضوعي وزي ما باشمهندسة أمل قالت إنه يعني يكون في اتصال بذوي الخبرة، وإنه زي ما طه الدسوقي عامل في المسلسل والقائمين على مسلسل حالة خاصة، كل الشكر ليهم يعني الحقيقة في تناول هذه القضية بالدقة دي. فنخلي المتخصصين يشوفوا ده ويتفرجوا ويشيدوا بالمسلسل ده، شيء مهم جدا. فهنتابع جميع مسلسل حالة خاصة جدا، وبنبارك حالة خاصة وبنبارك لكل القائمين على المسلسل، وإن شاء الله الحلقات الباقية تكون حلقات تمتعنا، لأنه الناس كلها بتتكلم على قد إيه المسلسل لطيف ويعني فيه روح كده من البهجة واللطافة، وكل التعليقات على السوشيال ميديا بتقول كده. فالحلقات اللي جاية التالتة والرابعة هينزلوا يوم الأربع، نتابع إن شاء الله على منصة ووتشت الحلقات اللي جاية. دلوقتي نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والحقيقة مسألة الكورة يعني ولعب الكورة ده موضوع كبير، وإنه تتميز بقى وانت بتلعب كوره ده موضوع اكبر. كل الناس بتحاول ان ولادها يبقوا نجوم، خصوصا واحنا بقى عندنا محمد صلاح، فكل الناس بتامل ان ولادها يبقوا محمد صلاح ويبقوا عندهم الرحله الكبيره دي اللي احنا بقينا بنتغنى بيها، رحله محمد صلاح. الحقيقه انه الموضوع مش ولاد بس، كوره ولاد وبنات. فاحنا النهارده جايين نقدم لكم
أسطورة في الكورة، لكن من ناحية البنات أسطورة برضو في الملاعب الإيطالية. سارة البنت المصرية اللي اختارها نادي آي سي ميلان ضمن صفوفه اللي وصلت انها تبقى كابتن الفريق فيه. طب ازاي وصلت انها تبقى كابتن الفريق؟ هي دلوقتي معانا عبر زوم ساره انور الشامي. مساء الخير عليك يا ساره، ويعني عايزه اعرف ازاي الرحله ابتدت الاول، وكان عندك كام سنه اول ما ابتديتي تتمرني كوره، والف مبروك انك بقيتي الكابتن. مساء الخير. انا بدات العب كوره وانا عندي 5 سنين، وبدات عشان اخواتي محمد وابراهيم كانوا بيلعبوا في الملعب اللي جنب البيت، وفي البيت كنت بتفرج مع بابا على الماتشات وحبيت الكوره، وقلت لماما وبابا اللي نفسي العب كوره. واول ما ابتديتي فين؟ ابتديت في لومبارديا اونو، ملعب تبع الميلان في 2015. وقعدتي تتمرني كوره قد ايه؟ بتمرن بقالي 8 سنين، 3 ايام في الاسبوع. يعني انت ابتديتي بس من 3 سنين، انت دلوقتي عندك كام سنه يا ساره؟ لا انا بدات من 8 سنين. من 8 سنين انت عندك دلوقتي 15، يعني ابتديتي كوره من وانت؟ لا انا دلوقتي عندي 14 سنه. عندك 14 سنه وبقيتي كابتن الفريق. واخواتك الولاد بيقولوا لك ايه بقى؟ كانوا فاهمين ان انت هتوصلي كده تكوني الكابتن في الكام سنه دول، ولا الموضوع كان عامل ازاي؟ واضح ان انت دخلتي الكوره علشان هم اللي حببوكي في الكوره. هم اللي كانوا بيدربوني وانا صغيره، يعني هم اللي ورايا على طول. مين مثلك الاعلى في الكوره؟ ما سمعتش السؤال. مثلك الاعلى في الكوره يا ساره، اكتر لعيب كوره بتحبيه؟ بحب كريستيانو رونالدو، بس بحب كمان محمد صلاح، السرعه بتاعته. انت مركزك ايه؟ خط النص. خط النص. والكرة واخدة وقتك كله، ولا انت ممكن تكوني بتعملي حاجة تانية مع الكرة يعني؟ وبتشوفي الموضوع ده صعب عليكي كبنت ولا لا عادي؟ عمرك لا ما حسيتي ان الموضوع فارق يعني؟ لا عادي، بس بياخد وقت برضه، في بياخد وقت وورايا مذاكرة، بس بعمل كله. انت وزيرة الهجرة كرمتك يا سارة صح؟ التكريم ده كان عن ايه؟ لما اخدتي كابتن الفريق، ولا التكريم ده كان عن ايه؟ هي جت ميلانو عشان تقابل الناس اللي عايشة في ميلانو وتتكلم معاهم، وانا قابلتها. وانت شايفة نفسك ازاي مستقبلك بقى في موضوع الكورة ده؟ عايزة تكملي؟ عايزة تعملي ايه في موضوع الكورة؟ عاوزة اكمل طبعا. عايزة تحترفي، تروحي تطلعي بره ميلان، عايزة تعملي ايه؟ انا نفسي اوصل لأول فرقة بتاعت السي ميلان، وهو ده حلمي، ابقى لعيبة كورة مشهورة. ان شاء الله يا ساره، ببارك لك. الف مبروك ساره انور الشامي، شكرا جزيلا على وجودك معنا، وكل التوفيق ليك يا ساره. نروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع نكمل فقراتنا، خليكم مستنيين. اهلا بحضراتكم من جديد. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن مسلسل حاله خاصه اللي بنشوفه دلوقتي على واتشت، واختيارات الموضوعات، ويمكن ده سؤال هنطرحه للنقاش في فقرتنا دي النهارده، ومساله التوجه لان احنا يعني التحول من الكتب الادبيه انها تحول لاعمال دراميه وسينمائيه، وده بيحصل من سنين كتير جدا، والحقيقه انه ده امر مطلوب، لانه احيان كتير بنحس انه في حاله
فقر في الأفكار والموضوعات ونقول اشمعنى الموضوع ده، ويعني احنا ما عندناش موضوعات وهي الموضوعات خلصت. فمسألة ان الأعمال الأدبية تحول لأعمال درامية وسينمائية، وحقيقة انها بتبقى بتناسب العصر وكأنه الكاتب عايش معانا بخياله، احياء هذه القصص الأدبية وانها تحول لأعمال درامية وسينمائية، اعتقد انه شيء مهم جدا وناجح. ولما بندخل الأعمال دي في السينما على قد انبهرنا بالفيلم وعلى قد ما الناس بتبقى داخلة قارية الرواية وحباها، ويعني أصحاب الكتب بيبقوا معتزين بالكتاب وبيبقوا شايفين أنه دايماً الرواية أحلى، بس برضو بيبقوا فرحانين جداً بالأعمال الدرامية والسينمائية دي. السؤال الحقيقة المهم جداً أنه إزاي الكتب دي قدرت أنها تعيش وتتزامن مع الحياة اللي إحنا عايشينها دي، وكأنها بتتنبأ بكل حاجة بتحصل في المستقبل وبتقدم صورة واقعية عن كل شيء بنعيشه. إزاي الدراما المستوحاة من الأدب تقدر تقول انه الكتاب ما بيموتش، بيقدر يعيش ويتعايش مع كل العصور. وده يمكن سؤال ان شاء الله نطرحه على ضيوفنا اللي بينورونا النهارده في الاستوديو، ونفتح معاهم النقاش. استاذ خالد محمود الناقد الفني، واستاذه دعاء حلمي الناقده الفنيه، اهلا بحضراتكم. اهلا بيك استاذه. استاذه دعاء، ابدا مع حضرتك، ازاي ممكن يتم معالجه نص ادبي لعمل درامي في حكايات بين الابطال من غير ما امس الحبكه اللي بتبقى موجوده في ذهن المؤلف وحتى القارئ اللي كمان قرا الروايه وهيشوف العمل السينمائي او الدرامي اللي يخص نفس الروايه؟ لان دايما الكاتب المفروض اللي هو العين الثانيه اللي احنا دايما بنقول عليها القيمه المضافه لاي عمل، اللي هو هينقلها لوسيط اخر مختلف تماما عن فكره الورق والخيال، وان هو يتعامل اكتر مع خيال القارئ. لكن السينما انت شايفه حاجه مجسده، فبالتالي اللي اقدر انقل بقى للوسيط دوت لازم اراعي مفرداته، اراعي فكره ان الروايه دايما معتمده على الوصف، معتمده زي ما قلنا على الخيال، معتمده على حريه الكاتب ان هو ينطلق زي ما هو عايز. هنا بقى دور العين الثانيه اللي هتيجي تنقل لي الوسيط ده لوسيط مختلف تماما، ان هي زي ما حضرتك قلتي ان هي احافظ على الحبكه، احافظ على المدانه الرئيسيه، احافظ على البدايه والوسط والنهايه، ولو ان النهايه غالبا بيتعمل لها ابديتنج كده زي دعاء الكروان، ان هي كانت مختلفه تماما. فبالتالي وممكن العب في الشخصيات، بس مش الحدود الرئيسيه للكاركتر بتاعي، ما اقدرش العب في حدود غير اللي مسموح لي، او غير اللي ما اقدرش ان انا اخل بالشخصيه، يعني مثلا شخص كان طيب ما اقدرش احوله لشخص شرير، لكن اقدر العب في الاحداث نفسها هي اللي جوه اللي تبرز الموضوع وتبينه اكتر. وفكره ان انا كمان ان انا في شخصيات تأدي العمل ده، فبالتالي ما اعتمدش على الوصف، لا انا اعتمد على مواقف واحداث هي اللي تبين لي الكاركتر ده. ده غالبا بيحصل، وده اللي دايما الواحد بيشجع فكره ان انت تلجئي الى الروايه، لان الروايه عشان في عين تانية هتشوف الموضوع، في كمان الموضوع محسوم وممسوك وعارفه فين اوله من اخره. لكن غالبيه كتابنا يعني بيبقى الموضوع عشان فكره السوق، وعشان فكره يلا بينا ندخل الاستوديو، يلا بينا اتفاجئنا ان شهر رمضان داخل، فبنلاقي الحكايه لا مش باين البدايه والوسط والنهايه. حتى بالنسبه للممثلين، ممثلين كتير جدا بيبتدوا تصوير حلقاتهم ويبقوا مش عارفين عدد الحلقات اللي هيمثلوها كام، طب هو دوره عباره عن ايه، طب تطور الشخصيه اخبارها ايه، فده كان بيخل دايما بالعمليه الابداعيه. طيب استاذ خالد، حضرتك شايف ازاي الروايات والاختيار للاعمال الادبيه اللي تترجم لاعمال دراميه وسينمائيه، هل كل الاعمال الادبيه تصلح؟ هل بيبقى في ملامح معينه للاعمال الادبيه اللي تصلح انها تترجم لاعمال دراميه وسينمائيه؟ اولا ده بيرجع لي اللي عنده رغبه انه يحول روايه لفيلم سينمائي، لثقافه المخرج وهدف وحلم المنتج، ازاي يحط ايديهم على روايه تقدر تحقق نموذج فيلم سينمائي قوي وكبير ويظل في التاريخ ويترك تاثيره ايضا على المشاهد. وانا اعتقد ان السينما المصريه سنوات مجدها هي حقبه الافلام اللي اتعملت عن اعمال روائيه، وكذلك الروايه استفادت من السينما. اعتقد انه كان من الذكاء جيل الستينات والسبعينات وحتى الثمانينات ان هم يلجأوا لروايات مهمه ويحولوها لافلام سينمائيه. هذه النوعيه من الافلام بتبقى مكتمله الاركان، ابطالها من لحم ودم عايشين. دايما بيتقال انه المشكله في ازمه السيناريو، المشكله في ازمه الافكار. هنا الروايه بتحل
هذه المعضلة، ولكن مين اللي هيقدر يحول الرواية دي لعمل سينمائي؟ إزاي هيختار البطل بتاعه ويحافظ عليه؟ إيه التحديات في الموضوع ده؟ يعني إيه اللي بيخوف في الموضوع ده؟ بيخوف الصناع منه؟ بصي، فكر الصناع اختلف. الفكر الاستهلاكي ضد أي قيمة إبداعية تستمر. عينك على شباك التذاكر بس، ده بيخرج من جواكي ان انت ازاي تعملي عمل كبير. في احساس عند بتتعمل اعمال، ما شفنا ما وراء الطبيعه مثلا حقق نجاح كبير طبعًا جدا. ما هو ده بقى بيرجع لثقافه المخرج وارادته، وازاي يقتحم عالم جديد هو يقدر يتعامل معاه. يعني كانت جرأة من مخرجين كتير قوي اتعاملوا مع روايات في بدايه اعمالهم. حتى في بدايه صلاح ابو سيف لما اتعامل مع روايات نجيب محفوظ مثلا. هل انت تقدري لما تشوفي بدايه ونهايه، انت في مشهد انت مش عارفاه ومش حباه ومش متعاطفه معاه، وشوفي مجموعه الابطال اللي موجودين وشوفي العوالم. كنت لسه عارضه في التقرير اللص والكلاب. من اعظم ادوار شكري سرحان ومن اعظم الاعمال اللي اتعملت. اقصد اقول انه لما تشتغلي على الروايه صح، بتقدمي بطل بشكل حقيقي وبيحقق نجومية للشخصية اللي بتمثل الدور، بتطرحي أدبك وبتطرحي مجتمعك وبتطرحي كيانك وبتطرحي أفكار. وانت قلتي نقطة جميلة قوي في البداية، ازاي الأفكار دي عايشة. الأديب أو الرواية الخالدة هي اللي ممكن تتجاوز المكان والزمان وتفضل تعيش معاكي، وهذه الشخصيات ممكن تقابليها بعد 10 سنين و20 سنة و100 سنة. إنما الاختيار هو المهم. مخرجين الجدد كتير منهم بيخاف من يتعامل مع الرواية لأنه في محتاجة إنتاج كبير، ومحتاجة ممثلين يقدروا ينسوا إن هو عايز يظهر بالشكل الفلاني عشان يغازل شباك التذاكر. يعني أنا عاوز أقول إنه مثلا جيل الكوميديا مثلا ما لجأش إنه يغير من نظريته لتاريخه ولشغله ولشخصياته ويتعامل مع رواية أدبية أو يتعامل مع فيلم حقيقي وجد. لما شفنا ديكابريو اللي هو كان بيتعامل على أنه روميو في الأفلام، لما ابتدى يفكر ويغير من الشخصيات خد الأوسكار. يعني عاوز أقول أنه على نجومنا أن يغيروا ثقافتهم ويغيروا نظرتهم ويحطوا نقط كده على الحروف. كيف أصنع تاريخ؟ جزء من التاريخ ده أنه يقدم فيلم في قيمة وفكرة وموضوع ويقدر يتوحد فيه مع نماذج من الواقع والشعبي، وده متوفر في الرواية. استحالة تلاقي فيلم اتعمل، حتى الروايتين اللي عملهم عاطف الطيب في فترة حديثة لأسامة أنور عكاشة كتيبة الإعدام مثلا، ما هو بيحمل أفكار. أنت بتحاربي من يستغلك، من يستغل وطنيتك، من يتاجر بهوية هذا الشعب ويبيعه لأطراف أخرى. الفكرة دي هتلاقيها موجودة على مدار العصور. فأقصد أقول عاطف طيب كان ذكي إنه لجأ للرواية في شغله. كتير من جيل عاطف لجأوا للرواية في شغلهم، ما بعد هذا الجيل فصل وعمل عزلة بين الأفكار وبين الأفلام اللي قدموها وبين الرواية، وبالتالي ما كانتش عندنا كتير قوي من الافلام اللي ذات قيمه في موضوعها وفي فكرها وفي اطروحاتها، وبالتالي بعدنا عن المهرجانات الكبيره، ما قدرناش ننافس، ما قدرناش نوصل. يعني ايه اقدم فيلم كوميدي فانتازي انافس بيه على الاوسكار؟ يعني حضرتك بتشعري بغيره كبيره. السينما المصريه كانت ليها قيمتها الكبيره، جزء من هذه القيمه هي العلاقه بينها وبين الروايه. صحيح. أستاذ دعاء، عايز أروح لك في مسألة التحديات، مسألة تحويل الأعمال الأدبية لأعمال درامية وسينمائية. هل التحديات في استقبال الجمهور لي أم التحدي في الصناعة نفسها؟ بالعكس، إحنا أنجح الأفلام، يعني الفيل الأزرق كان عن رواية، فبالتالي نجاح كبير. ما وراء الطبيعة زي ما حضرتك ذكرتي وغرفة 707 الاثنين ما تقدموش غير بعد وفاة أحمد خالد توفيق، برغم الراجل كان موجود طول الوقت وكان محقق نجاح كبير جدا، بس لما لجأوا لهم الصناع ضمنوا النجاح. فهي الفكره كلها انه فين المنتج اللي يجازف بحاجه زي كده. ثانيا، طول ما النجمه بيقراش روايه
ما فيش حاجة هتنتج، لأن للأسف منظومة النجم اللي هي ماشية عندنا بالعكس. إحنا المفروض الحصان بينطلق، العمل الفني ينطلق وبعدين يركب في العربية اللي ورا، يركب اللي يركب، لأن مش فارقة معايا مين البطل أو مين النجم. لكن طول ما إحنا العربية بنحطها قدام الحصان، النجم هو المتصدر، النجم هو اللي بيجيب الكرو، النجم هو اللي بيتحمس لفكرة إن هو عشان هيطلع فيها بيضرب 500، أو البنت هتطلع بتركب طيارة خاصة. طول ما احنا بنتكلم في كليشيهات ونمط استهلاكي، لان للاسف برضو انت نجومك زمان كانوا مثقفين ازاي، كانوا بيقروا لمين، كانوا متربين على ايد مين. ما هي يعني كل اناء ينضح بما فيه. فكره ان طالما النجم دوت متكلف، دماغه متكلفه، بيقرا موسوعي الثقافه زي نور الشريف ولا احمد زكي، كل ما بقعد ويجي لي الحظ ان اقعد مع نجم اشتغل مع فنان الكبير نور الشريف، يقول لك ما كانش في البروفات بيسيب الكتب من لا خالص خالص. دي جمله سمعتها من الناس طبعًا. كلها ده حقيقي. فبالتالي انت الاوتبوت او المستخرج من الفنان النجم ده اكيد هيبقى على قد قيمته. لكن انت النهارده انت عندك فقر كبير في الفنانين، بمعنى ان للاسف في محدوديه لاغلبهم في الحكايه، ان مهتمين بالشو والمظاهر اكتر بكتير من فكره ان انا طب اقرا ايه او اقدم عمل ازاي. فبالتالي طول ما من النجم ما بيقراش الروايات، احنا مش هنقدم روايات. طب انت قلت الفيل الازرق، نجاح كبير زي الفيل الازرق ما يشجعش ان احنا نعمل افلام شبه دي تاني؟ واحمد خالد توفيق كتبه الاكثر مبيعا شبه يعني. جيله كمان شبه جيله بالزبط. يعني هو يعني انت طرحتي نقطه مهمه قوي، انه ليه نجح الفيل الازرق وليه نجحت روايات احمد خالد توفيق، لانها شبه جيلها وبيخاطب الجيل اللي موجود الحالي. وده مؤشر كويس انه ممكن الافلام اللي متاخده عن روايات تنجح لو اتوظفت صح بالزبط. ولو كانت افكارها افكار معاصره، يعني الجمهور ذوقه بيختلف من وقت للتاني. مش هقدر اقدم له الثلاثيه دلوقتي مثلا ولو انها من الاعمال الخالده، لكن هو هيشوف الكاركتر، هيشوف اللبس، هيشوف التصرفات، ممكن ما يمشيش مع موده وتطور فكره والى اخره. انما قدر احمد مراد وقدر احمد خالد توفيق ان هم يخاطبوا هذا الجيل، وبالتالي رواياتهم مش بس حققت مبيعات في ككتب لكن ونجحت، لكن هي نجحت بإبهار كبير وإنتاج زي ما انت قلتي تغلبوا عليه سخي. وإن كان تأثيرها في وجدان السينما المصرية وتاريخها مش زي الأفلام اللي قدمت عن روايات لكبار الأدباء في عصور سابقة. يعني أنا عاوز كمان أشير لي الإسكندراني مثلا. يعني أنا ما حسيتش إن ده متاخد عن رواية. يعني الفيلم معظمه أكشن، معظمه إفيهات، طبعا في مورال كويس، ان احنا يعني الاصاله ما حدش يقدر يهدها ولا يهدمها، واسكندريه هتبقى اصيله والى اخره. لكن هو غازل السوق، يعني ما حسيتش انه الفيلم ده وراه فكر وجمله اسامه انا راكش. وان كنت طبعا في مكاسب اخرى اللي هو قدم لنا، يعني احمد العوضي دخل مرحله اخرى بانه يقدر يتحمل مسؤوليه بطوله سينمائيه ولا اخره. بس انا حاسس برضو انه في هذا العمل رغم انه متاخد عن عمل ادبي، لانه برضو ما كانش فيه العمق المنتظر لفيلم متاخد عن رواية ادبيه. او يمكن انا عندي الرصيد القديم والتراث موجود عمال بيطاردني طول الوقت، ان انا لما اشوف عمل عن فيلم ادبي، عن فيلم عن عمل ادبي، على طول هرجع بالذاكره هشوفه ازاي. فالكتاب الجدد كتاب موهوبين جدا في الروايه، مش في السينما. نقدر نستفيد بافكارهم ونحولها لافلام، لان نفسي السينما المصريه ترجع تاني تبقى ذو قيمه. اكتر من 43 فيلم اتقدموا في 23، ما قدرتش اقف غير عند نموذج او اتنين. وحتى النموذج او اتنين اللي هو زي وش في وش او فوي فوي ما قدروش ينافسوا في منافسات كبيره بره، وتغلبت علينا المغرب وتونس والى اخره. ارجو ان هم زي ما دعاء قالت، فوي فوي اعتقد خرج من المنافسه، خرج من المنافسه كان لازم ما يخشش اصلا. بصي انا شعرت بالغيره شويه، ولو ان انا شفت الفيلمين بره مصر اللي هو الفيلم التونسي بنات الفا والمغربي كذب ابيض، فيلمين معمولين كويس قوي، وعلى فكره الاثنين ماشيين في مود وثائقي. يعني الاثنين
دي تجربه ذاتيه هي وعيلتها. بقى 1000 اعتقد الارهاب لا بس برضه بس تجربه ذاتيه. الست بتحكي عن بنتينها اللي اتاخدوا في تيار الارهاب. والتاني كتب ابيض لاسماء المدير المغربي بترجع لعيلتها وتسجل معاهم، وبالتالي التسجيل ده بيرصد واقع وطن في خلال حقبه من السنوات. اقصد اقول انا حسيت بالغيره انه السينما المصريه بهذا الكم اللي ابتدى ينتعش تاني ما قدرناش نعمل افلام فيها العمق وفيها القضيه وفيها الفكره وفيها البساطه وفيها الفن اللي نقدر نتحط فيه في المحافل الدوليه والنقاد العالم يكتبوا علينا. طيب يعني استاذه دعاء شايفه ده يرجع لايه؟ ليه ما قدرناش نقدم فيلم ينافس؟ وحيك حتى شايفه ان فوي فوي كان يعني يصلحش انه ينافس. ده حقيقي، لان احنا للاسف طول ما احنا فكره منظومه الانتاج اللي شغاله بالشكل دوت اللي هي بتفكره ان انا عايز انزل السينما بس اخد 2 جنيه واروح اوزعهم بره فيغطي لي التكلفه، فبالتالي انا مش ببص الاعمق من كده، ما يهمنيش كمنتج، انا ما يهمنيش، انا عايزه احقق الهامش بتاعي وخلاص كده سلام عليكم. فبالتالي انت عندك الازمه كمان في فكره النجم اللي بيبقى مستحوذ على الحكايه يعني. بس انا شايفه في تجارب شبابيه جيده جدا. أيوة انا شايفه ان احنا لا انا متفائله جدا، لان بدا يحصل تيرنينج بوينت كده. الشباب اللي مطلعين على المنصات اللي بره، لان لو هتلاحظي ان المسلسلات الخليجيه واللبنانيه الفتره اللي فاتت دي في حاله تطور شديد جدا. ليه؟ لان هم فكره ان هم عارفين ايه اللي بيحصل بره وابديتنج جدا باللي بيحصل، فعشان كده على مستوى الصوره وعلى مستوى المحتوى كمان بقى السقف مرفوع بشكل كبير جدا. هنا في مصر كمان في مجموعه من الشباب عجبني جدا السنه اللي فاتت فيلم اسمه 5 جولات، ما خدش حظه في الايرادات، بس عجبني فكره ان هو من شباب صغير والفكره حلوه وفيها تطور وفيها فكره تشجيع على السعي والشقى وانك ما تيأسي. لا انا شايفه ان شبابنا اليومين دول ودلوقتي مثلا نازل فيلم برضو بسيط اسمه كارت شحن، بس فيه فكره حلوه. لا انت في امل، لان المنظومه كلها بتختلف. الجمهور ما بقاش عايز الشكل الكليشيه التقليدي، الجمهور عايز يروح للمحتوى الجيد، بدليل ان انت بتلاقي ممكن يبقى مسلسل بره بتتابعيه وانت ما تعرفيش مين ابطاله ومين حكايته ولا اي حاجه، بس كسر الدنيا على المستوى العالمي عشان فكره المحتوى الجيد. لو ما اهتمناش اكتر من كده بفكره المحتوى اللي يعيش، لان احنا طول الوقت احنا بنتكلم على الافلام القديمه مش عشان صورتها حلوه. يعني ساعات كتير كنا بنشوف مسلسلات في الثمانينات نقول يا نهار ابيض مصورين في اوضه، يعني مش ممكن، واللوكيشنز تحس ان هو فقير وبسيط، والحقبه التاريخيه ممكن تلاقيهم لابسين لبس مش مظبوط، وتطلعي عيوب تقولي احنا ازاي كنا المواضيع دي مأثره فينا قوي كده. فاذا الصوره ما ينفعش نفضل نهتم بيها كده، لان دايما بقول انت الموبايل بقى بيقدم صوره جيده جدا، فبالتالي كل ما مخرج يجي يقول لي طب ما انا عامل صوره هايله ما اضفتليش حاجه، لان الموبايل بيقدم صوره جيده جدا، والاطفال الصغيرين بيعرفوا يمنتجوا وبيعرفوا يطلعوا فيديوز على تيك توك، فبالتالي ده مش اوبشن. الاوبشن الحقيقي هو بقاء المحتوى. شايفه ان البطل هو المحتوى، المحتوى فقط. يجي بعد كده التمثيل، يجي بعد كده الاخراج، يجي بعد كده اي حاجه، لكن البطل الحقيقي هو انت عايز تقول ايه، امتى، فين، ازاي، هو ده موضوعك. فنتعشى من يبقى الشباب هم اللي عليهم العبء القادم، وانا شايف ان هم قد المسؤوليه. طب احنا هناخد احد الشباب على التليفون، الاعلاميه نسرين عكاشه ابنه الكاتب الكبير اسامه انور عكاشه. مساء الخير عليكي وكل سنه وانت طيبه. و يعني مساله تناول الاعمال الادبيه دي جايين في بيتها بقى في الاعمال الدراميه والسينمائيه. اهلا بيكي، مساء الخير. مساء الفل، اهلا بيكي هدير، مبسوطه ان انا معاكي حبيبتي. كل سنه وانت طيبه. وشايفه الموضوع ده ازاي دلوقتي، تناول الاعمال الادبيه دراميا وسينمائيا؟ بصي يعني احنا بندور على وجود محتوى محترم باي شكل، يعني انا لسه دعاء كانت بتقول كده، ولسه كنا بنتكلم على فيلم الاسكندراني. تحية طبعا للأستاذة دعاء، ويعني هي فكرة انه احنا محتاجين وبندور وعندنا مشكلة في الفكر اساسا، فلو هو ده الحل المبدئي ان احنا نبدأ ننتبه للفكرة دي، يبقى في انتباه لفكرة انه الفكرة عندك هو الاساس، فلازم تبقى حاطط البيز الاساس بتاعك محترم وقوي وفي رسالة حقيقية بتقدمها، مش شرط تكون بدرجة عمق فظيعة قد ما على الاقل بتقدم رسالة محترمة. ولو ده هيحصل من خلال تحويل الرواية او انتاج روايات يعني وتنفيذها،
ليه لا، ما فيش مشكلة. يعني يمكن يكون ده، أنا باخدها كده دايما بقول وكأنه نوع من التدريب على تقديم الفكر المحترم، وكأننا بنتدرب على الحاجة القوية، يعني إزاي نكتب أعمال قوية. فأنا شايفة أنه دي هي بتبقى فترات دايرة بتلف، في فترة ضعف في حاجات معينة بنبدأ ندور، بعدها مرحلة ندور على الحل إيه، بنقعد شوية بندور على الحل لغاية ما نوصل نحط إيدينا على بعض الحلول عشان نقدر نرجع تاني لنفس النقطة اللي كنا فيها واقفين عند مستوى قوي جدا ومستوى اتقال عليه إحنا في الريادة، يعني إحنا بنقود. فأتمنى أن تكون لو دي طريقة أو طريقة من الطرق، ياريت عايزين نرجع تاني رواد. آخر الأعمال اللي أنت شفتيها مأخوذة عن أعمال الأدبية ولفتت نظرك وتفرجتي عليها كانت إيه؟ سواء في السينما سواء في الدراما، يعني إحنا لسه كنا بنتكلم عن ما وراء الطبيعة، مذكرات زوج، الحاجات دي، اتفرجتي على حاجة في الحاجات دي؟ يعني عايزة أقولك على حاجة، يعني أنا ممكن يكون في حاجات بعدها كانت حلوة برضو، بس أنا مثلا أول حاجة جات على بالي وأنت بتقولي دلوقتي واحد الغروب مثلا. طبعا واحد الغروب كان عمل محترم، وحتى لو هو ما تشافش من جانب بعض الفئات بشكل عميق واستوعبوه من اول عرض، لكن هتلاقي عمل زي كده عايش، لانه في فكر، والفكر ده هنحتاج له في وقت من الاوقات. طبعا انا بديكي مثال، طبعا استاذ خالد النبوي ومنى شلبي، يعني النجمه منى شلبي، كانوا عاملين مسلسل عظيم، وكل صناع المسلسل انا بشكرك شكرا جزيلا. الاعلاميه نسرين عكاشه شكرا جزيلا على وجودك معايا. اعود لضيوفي استاذه دعاء حلمي استاذ خالد محمود، يعني الاعمال الادبيه الكبيره لما بتصنع وتحول لاعمال سينمائيه ودراميه، ده بيطيل كمان من امد وعمر العمل الادبي، وبيوصله لناس يمكن ما قريتش، واحنا عندنا ناس بتقرا وناس ما بتقراش. وفي النهايه ده بيبقى كمان من احد اهم اهداف الموضوع، انه اللي ما بيقراش وصلنا له ثقافه الكاتب اللي احنا عايزينها توصل لكل حته في المجتمع. بالظبط، انت فكره ان هو بيبقى في الوجدان، زي الاعمال اللي احنا لسه بنتكلم عليها كلها، احسان عبد القدوس، يوسف ادريس، نجيب محفوظ. فبالتالي دي كانت خالده وباقيه، لان المؤلف ده تراكمي وليه خبره وباع طويل جدا في فكره خلق الحاله وخلق الشخصيه الدراميه اللي تقدر تعيش. فانت لغايه النهارده الشخصيات دي محفوره في وجداننا عشان فكره انها صادره عن منبع قوي. فهي دي الفكره بقى، ان ازاي تقدري تاخدي روايات، تقدري ان انت تضيفي لها كمان من عندك فكره الخيال والفيجن والصوره المبهره والجرافيك اللي ما كانش موجود ايامهم، بس تعمليه بشكل ابديت. وانا الحقيقه عجبني قوي فكره مسلسل مثلا الصفاره، ان الناس دي لما حبت كتبت ان هو مستوحى عن مسلسل اجنبي عن روايه اجنبيه، كان ممكن زي ما بنشوف حاجات كتيره جدا ما بيكتبوش. فدي لفته قويه جدا منهم، اني احيل الحاجه لمصدرها الاصلي. مش عيب موضوع الفورمات ده، ما هو يعني دراما كتير في دول كتير طبعًا. بنشوف، ويا ريت يتم الاشاره. لا ده المشكله بقى، ان انت تلاقيه ماخوذ عن روايه اجنبيه او ماخوذ عن عمل اجنبي، ويكتب لك المؤلف بمنتهى الاريحيه تاليف. معرفش جت منين هذه القوه وهذه القدره يعني، بس الفكره كلها ان انت عندك مخزون من الروايات. انت كل سنه بيصدر من معرض الكتاب كميه روايات رهيبه، ما اعتقدش ان في حد بيقراها. لو في حد يبقى متخصص في قراية وفلترة الروايات اللي بتحصل دي، على الأقل على سبيل أعرف الشباب الجديدة دول بيفكروا إزاي، إيه همهم، مش لازم نبص لهم نظرة استعلائية إن هم خفاف أو دماغهم مش، لا إحنا ممكن نلاقي منهم كنوز، بس إزاي تعمل عليهم سبوت، إزاي تهتم بالمواهب الأدبية دي، لأن هي دي نواتك، هي دي اللي ممكن تاخدها وتعمل منهم في حضانة مختلفة تماما، تطلع أفكار فريش وجديدة وأبديت أكتر. والأفكار دي أعتقد أستاذة دعاء، وأروح بالسؤال هنا لأستاذ خالد، بشوفها شوية في دلوقتي في موضوع الورش ده، يعني بنشوف ورش كتابة كلها شباب صغيرين. معرفش حضرتك تتفق تختلف مع ده، يمكن ده شكل حديث للكتابة ما يصلحش لكل أنواع الأعمال يعني، لكن بنشوف أفكار جديدة داخل الورش دي. طبعا اللي هم جاسين نبض الشارع، هي موضوع الورش ده موجود في السينما العالميه من زمان على فكره، يعني انه الناس بتقعد تفصل الشخصيات وتفصل الافكار وتقعد مع النجم وتطرح معاه اشياء كثيره لحد ما يوصلوا على النموذج الايديال. يعني اعتقد ان هم حاسين بجيلهم اكتر، لكن انا عايز اتطرق لنقطتين يمكن دعاء ذكرتهم.
فعلا عندنا جيل من الشباب واعي وعصري وموهوب، لكن مش واخد الفرصة أو المنتجين مش قادرين يمنحوه الثقة في إن هم ينتجوا له أعماله وأفكاره. أنا بشوفهم في الحقيقة في مهرجانات تبرة بيحاولوا يبحثوا عن صناديق دعم كتيرة، بشوفهم في كان وبرلين، وبحس إن هم ممكن يمثلوا الوجه الآخر أو الوجه الحديث للسينما المصرية. أعتقد المنصات ابتدت تنتبه لده. الورق ده دلوقتي اتجهه على المنصات. كويس جدا. عاوزينه يعني بقى يطلع. احنا لسه كنا بنتكلم شويه عن بالتو مثلا، بالتو المؤلف اول مره كان صحيح. معظم البطل اول مره، فالمنصات عاوزين ده يخرج كمان لدور العرض ولشاشه السينما. عاوزين الجمهور يتعود على افكار جديده ورؤى جديده وافلام جديده، ادوله الفرصه انه يشوف ويقيم ونشوف هل هؤلاء الجيل الجديد من الشباب قادر يوصل للقاعده ولا مش قادر. انما طول ما انا خايف اديله الفرصه ان ينتج افلام صحيح. ويقدم ومكتفي بانه متواجد في المهرجانات على استحياء بره، طب انا هعرف منين كيف اخلق جيل جديد من المخرجين يعمل علاقه مع الجمهور هنا في 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 دور العرض. الحاجه الثانيه، الجيل الجديد من الجمهور جيل ذكي ومستوعب التقنيات الجديده كلها اللي انت اشرتي اليها. تعالي شوفي اوبنهايمر حقق كام في مصر، دخل في 35 مليون، ده رقم كبير بالنسبة لفيلم أجنبي. صحيح. أنا دخلت الفيلم مرتين في قاعة العرض عشان أشوف الصورة، لقيت كل 90% من اللي قاعدين في القاعة طلبة جامعة. إذن إحنا ظالمين الجيل ده إنه ما بيروحش، إنه أما بيروحش وإنه في حتة تانية. الرقم ده اتحقق مع فيلم اللي توم كروز واتحقق مع باربي وبيعمل مقارنات. الخطورة هنا إن لازم يلتفت صناع السينما في مصر إلى أنه لازم يبقى معاصر لوسائل التكنولوجيا الجديدة في تنفيذ أفلامه، لأنك هيخرج يقارن بين الأكشن هنا وهيقارن بين الجرافيك هنا وهيقارن بين الأفكار هنا. وعلى فكرة اللي عمل رواج للمسلسلين اللي حضرتك قلت عليهم، اللي عمل رواج ليهم مش جمهور العائلات ولا الجمهور العادي، جمهور الشباب. هو الشباب قطاع عريض جدا، الشباب الصغير ده كان لازم الصناع عندنا يلتفتوا ليه ويحطوا نقط على الحروف. احنا لو عملنا الشغل بالطريقه المكتمله ابداعيا وفنيا هنقدر نوصل ونحقق نجاح، والنجاح ده بيساوي فلوس وبيساوي ايرادات وبيساوي مكانه، اقدر اتواصل واكمل واقدر اصنع افلام، اعمل فيلمين للسوق واعمل ثلاثه للتاريخ. ايه المانع يعني؟ ما هو ازاي الناس اللي قبلنا صنعوا التاريخ وصنعوا قيمه سينمائية وبالتأكيد كبيرة. العمل لو كان جيد حتى وإن كان عمل للتاريخ أنا هبقى عايز شوفه برضو طبعاً. هيتشاف جماهيريا، هيتشاف طبعاً. يعني ما بيزعطش ومردده مستمر طول الوقت، ما يفوتنيش عمل زي ده، لازم أروح ولازم أشوفه. فالعمل الجيد عمره ما مش هينجح يعني، لا مش هتحصل يعني. طبعاً طبعاً. أنا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا حقيقة، يعني حديث ممتع جدا. شكرا جزيلا أستاذ خالد محمود الناقد الفني، وأستاذة دعاء حلمي الناقدة الفنية، شكرا جزيلا على وجودكم معنا. ودايما الحديث الفني حديث قريب من الروح وقريب من القلب والناس كلها بتستمتع بيه، فشكرا على الختام الجميل ده. شكرا جزيلا، يعني شرفتونا نورتونا النهارده. شكرا جزيلا ليك. كده مشاهدينا وصلنا لآخر حلقتنا، دايما نشوفكم على ألف خير.